هذه البرامج الوطنية تمثل فرصا كبيرة لمشاريع البحث والتطوير القدرات الوطنية من أجل تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة، خاصة في مجال الأمن الطاقوي وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال اعتماد أكثر من 60 مشروع بحث مقترح موضوع لقاؤنا اليوم من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم. نذكر من بينهم شركة سوناتراك وسون الغاز والشركة الجزائرية للطاقة وسونارين. وبدون شك أن الاستغلال هذه البحوث سوف يساهم لا محال في تقديم الحلول للتحديات الطاقوية